اهلا مرضاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم البنات فيديو ديال المشتريات ديال المكياج، مشترياتي لهذه السنه الجديده. نقول لكم بعدا سنه سعيده، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، واللي تمنى شي حاجه يا ربي تحققها لي في هذا العام هذا. المهم، هانتوما شي حاجه تخديتهم من بالما روزا وشي حاجات خديتهم من فلورمار. اول حاجه غنبداو بها هي هادو اللي خديت من بالما روزا. خديت هاد العكر الجديد ديال ميبيلين، هانتوما ها هو لا ريفيرونس ديالو 35. ما كيتمسحش يا البنات، كيبقى هانتوما. خديت غير واحد، الصراحه فيه الوان زوينين، خديت انا غير واحد، قلت حتى نجربو مزيان وديك الساعه الا عجبني نمشي ناخذ الالوان الاخرين. هانتوما غنوريكم يا البنات، شوفوا اللون ديالو زوين بزاف يا البنات، انا بعدا عجبني، كنتمنى يكون واضح. الثمن ديالو البنات 110 دراهم، زوين صراحة، جربته وعجبني وغادي نرجع ناخد. وخديت ليها البنات هاد الكرايون هذا، ما لقيتش في نفس الماركة يعني ديال ميبيلين، ما لقيتش الكرايون اللي غيجيني معاه، فخديت هذا من كاتريس. ها هو يا البنات، هذا هو اللون اللي غيجي معايا، يعني هاد الماركه هادي من كاتريس. صراحه هاد كاتريس اول مره غناخذ منها شي حاجه، هانتوما هذا هو اللي غيجيني معاه. الثمن ديالو يا البنات 35 درهم اولا 30 درهم، معقلش بالضبط. غادي ندوزو دابا للفلورمار، اشنو خديت من فلورمار هانتوما يا البنات. عاد غادي نجبدهم. بالنسبه للفلورمار خديت البنات هاد الفراجو، حمقني، جربته تما واعر واعر واعر، عجبني. وملي جربته ليا البنت بقى بقيت خارجه يعني العشيه كامله، الصراحه بقى باين وكيبرز لينا الخدود ديالنا. ان شاء الله شي مره نكون دايره ونقول لكم. ها هو هانتوما يا البنات، ما عرفتش واش غادي يبان. المهم اللون ديالو ها هو، شفتو؟ ولكن زوين زوين، انا حمقني اللون. الثمن ديالو 145 درهم كنظن، 145 درهم اظن، 149 درهم البنات، هذا 149 درهم من فلورمار. ثاني حاجه خديتها من فلورمار هو هاد الكريون هذا، هذا ب 49 درهم، 49. اللون ديالو عجبني بزاف، شوفوا ها هو يا البنات، تاني حاجة كرايون آخر ها هو، تا هو من فلورمار، تا هو الثمن ديالو 49 درهم. انا نوريكم اللون ديالو، تا هو عجبني، شفتو زوين، كيعجبوني هاد الالوان هادو. شنو غادي ندوزو؟ بالنسبه للعكر اللي خديت لهذا، هاد الكريون الاخر اللي وريتكم، ها هو خديت ليه هاد العكر هذا، شفتو كيفاش دايره البنات؟ فيه هنا بحال بحال بونشا ولا ما نعرف بونشا، زوينه هاد بونشا. شوفوا شوفوا يا البنات، مازال ما خدمتوش ولكن راني جربته. المهم كتبقاو دوروا هنايا باش كيبدا يهبط. نشوف قلا خصني نبقى ندور بزاف، ما عرفتش شحال خصني نبقى ندور حيت مازال ما خدمتوش ولكن راني جربته تما. تران 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 تران.
ما عرفتش عادي الوقت خاصني نبقى ندور يا البنات. نشوف ها هو بدا كيطلع. ها انتوما ها شوفوا شوفوا معايا شوف شفتو واعر مات وفي نفس الوقت كي رطب لينا لي ليف ديالنا. جربتو عندهم صراحه داك النهار نيت فاش قلت لكم درت هذا البلوج جربتو عندهم زوين ما تحيدش ليا العشيه كامله وخديت غير هذا اللون هذا قلت حتى نجرب وديك الساعه نرجع ناخذ الوان اخرين حيت الصراحه في واحد جوج الوان اخرين عجبوني. هو زوين شفتو لا كولور ديالو زوينه راه مختلفه على لا كولور ديال ميبيلين راه كاين فرق بيناتهم ماشي بحال بحال. هذا الثمن ديالو €99 البنات. غادي ندوزو لحاجه اخرى خديتها هو هذا ايلاينر كيعجبني البنات هذا اللي هكا فاتخ كيجيني ساهل وماشي اول مره غناخذو من عندهم. ها نتوما تيبقى يا البنات تيبقى ملي كديريه ما كيضيعش لك في عينيك نهائيا. الثمن ديالو 99 حتى هو €99 كنظن عرفت فين هي حيت تا خديت وعاود رجعت خديت هادي ديال بالموضة يعني تا تقديت ومشيت رجعت عاوتاني يمكن ها هي يمكن تا هو €99 معقلش بالضبط حيت خديت هاد الاولانيين اللي قلت لكم ومشيت ضرب الدوره تساريت عاد رجعت تفكرت الايلاينر وديال الحجبان ورجعت خديتهم. المهم هاو ولكن البنات باش عجبني حيت فايت واخداه ما كينشفش دغيا كيبقى مده طويله وفي نفس الوقت ملي كنديروه ملي كنستعملوه ما كيضيعش لينا في العين ديالنا. حاجه اخرى اللي خديت هو هذا ديال الحجبان هذا الصراحه اول مره غادي ناخده فيه ديك ما عرفتش كيفاش نشوف باش تبان لكم شفتو في دوك السنينات كيرسم لينا شعره هذا اول مره غناخذوه من عندهم جربتو تما عندهم فاش رجعت خديت هذا الايلاينر جربتو عندهم وبقاو لي في حجباني عجبني بزاف انا نوريكم شفتو كيرسم لينا يا البنات شعره كيعمر الفراغات كيعطينا بحال دايرين ميكرو بليدينغ زوين وكيبقى شاد في الحجبان حتى كنديرو الديماكيون ديالنا وكيبقى ثابت كما قلت لكم واخا كتقيسوا الحجبان ديالكم كيبقى ثابت عجبني. وفي الاخير هما عطاوني هذا ايلاينر اللي تيكون بحال هكا كتكون فيه الشيتا وفيه واحد الرولو وهذا عطاوه ليا فيه واحد الرولو كيفاش غنقول لكم بحال ديك الجراره ديال الشباكيه ها هي هذا عمرني ما جربتو عندهم هذا اللي فيه الرولو ها هو يا البنات. المهم مازال ما عرفتش كيفاش كيتخدم واش ساهل في الخدمه ديالو ولا لا. بالنسبه لهذا غادي نرجع لكم هذا العكر هذا ديال مايبيلين شفتو هو راه ماشي مات فيه واحد شويه ديال اللمعه ولكن ما كيتمسحش دغيا كيبقى شاد لينا ها هو. هادو هما المشتريات ديالي كنتمنى يكونوا عجبوكم نتمنى تكونوا استفدتوا معايا شحال هادي ما درت لكم شي فيديو ديال المشتريات داكشي علاش قلت اليوم نديرو معكم انتما كنوريكم البنات الصبعين اللي قصت هنايا راه ما كيلصقش لينا في الصبع ديالنا يعني واخا فيه ديك اللمعه كنتمنى الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معايا خديتوا معايا افكار وتعرفتوا على الذوق ديالي شويه في المكياج كيعجبني داك المكياج اللي تيكون شويه خفيف وهادئ. غادي نقول لكم لاول مره كتشوف القناه ديالي تكون عجبها القناه وعجبها المحتوى روزا هي جات عاوتاني تبرزتني كتشد ليا في رجلي كنتمنى لاول مره تكون كتشوف القناه ديالي تكون عجبها وعجبها المحتوى بطبيعه الحال تنزل الفيديوهات لتحت الى عجبوها ما تنساوش تشتركوا عندي ديروا زر الجرس باش توصلوا باي جديد ما تنساونيش البنات في اللايكات ديالكم في التعليق ديالكم وفي البارطاج حتى هو مع الناس اللي كتعرفوا علاش لا. وهنا وصلنا لاخر الفيديو غادي نخليكم وغنقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.